يا والدراري، السلام عليكم. رمضان مبارك كريم ليكم كاملين اخوتي. الصوت سرق الزيت كتمن، مازال ما نصبت الطاطونت ديالي، مازال ما قدي حتى شي حاجه. كاين واحد جوج تراكات ليه، جوج كاميونات اخوتي مع عيالاتهم، جايبين معاهم عيالاتهم. هنا في البرازيل راه الشوفري ديال الكاميونات كيجيبو كيديو معاهم عيالاتهم ولادهم. كتلقى فهمتي دري صغير عنده ولد ولا بنت 3 سنين عامين 4 سنين، مازال ما وصل سن الدراسه، مع شوفر هاد الكاميونات اخوتي راه كيبقاو هنا 4 شهور 3 شهور هما في الطرقان، ما جاتش يخلي مرتو ولادو في الدار وحدهم. كيدي مرتو راه كتكون عندهم لاكابين كبيره وعندهم ثلاجه، عندهم كل شيء، كاميون كيكون بيان ايكيبي. هذا ما كان المهم. دابا غادي نمشي نمونتي لاطونت ونشوفوا لي زاكتيفيتي اللي غادي نديرو هنايا اخوتي. اخوتي مونتي الخيمه في الشجره اللي كيما كتشوفوها هادي تحتها مع الظلمه تما. عرفتي داير الناموس اخوتي خبلة، داك الناموس صغير اصاحبي، عرفتي كيقرصك انت كتبقى كتحط اصاحبي الليل كامل. الدراري دابا غيبدا يقول لك شري البرودوي، ناري شري داك البرودوي ديال الناموس. عرفتي الا جينا نبقاو نشريو 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 ما غنساليوش. شري البرودوي ديال الناموس، شري بيل، شري قفل، شري كيتون، شري بيكال الكتريك، شري لومبر باش ما تكحالش في الطريق، شري هادي. ناري شحال خاصني نشري شي داكشي اللي غنبغي نشري الدراري، راه نشريو به فيزا، نشريو به كونترا ديال الميريكان ولا ديال كندا. حق الله العظيم اش كتكرسوا، حنا راه غاديين ما بغيناش نخسروا فلوس اصاحبي، راه نجيو نخسروا هاد الفلوس وانا غنشري شري 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 شري، راه نجيبو بهم فيزا اصاحبي ولا نديرو بهم مشروع اصاحبي. يلا اخوتي انا جالس هنايا كندور عليهم، هنايا باقي القضيه خاويه، هنايا كندور لي شي كاميون هنايا يجين يدير معنا الجميل، على الاقل يدينا غير السلفادور اخوتي. دابا باقي السلفادور باقا 300 راه شي 280 كيلومتر. ياو صباح الخير عليكم اخوتي اخواتاتي في الله، نهار جديد هذا، ما دبرناش على اوتوستوب والو. 8 ونص هذه اخوتي، انا نورمالمون كتعرفوني ديما كنفيق مع 5 5 ونص، كنشد الطريق مع 6 ونص 6 ديال الصباح، راه معطلين مازال ما كاين والو. غنبقى جالس اخوتي هنا نتسنى اللي غيدي اوتوستوب، غنولي زايد نهار اخر دير الروتار نزيدو على رجلينا وحل الله في الطريق. ما ربما تبان شي حاجه في الطريق غادي وتبان. نمشي نديمونطي الخيمه ديالتي اخوتي ونتوكل على الله وعلى بركه الله اخوتي. نوريكم كما العاده فين نبت الليله ديالنا، ديما كنوريكم فين حطيت الكيطون والمنطقه اللي بت فيها. انتما ترى حطيتها على الحافه ديال واحد الواد هابط هالطونت، فين حطيتها اخوتي هنا. هادي راه هبطه اخوتي، هبطه لتحت الشجر ديال البنان هذاك اللي تما اخوتي. يلا نمشيو. يا الدراري السلام عليكم اخوتي، النهار كامل خرجنا مع ديك 8 ديال الصباح، التليفون ديشارج عليا مع ديك اللقطه اللي شفتوها دابا. ها يا اخوتي من 8 ديال الصباح وشي شويه عرفتي شنو، غادي طالع الجبال على رجلي، كنقلب شي بلاصه نشارجي التليفون والو، غير الجبال ما كاين حتى شي حاجه، اوتوستوبات ما كاينينش. يلا بقات لي تقريبا بقات لي شي 15 كيلومتر ياك، 6 ديال العشيه الظلمة بدات كطيح، باقا ليا شي 15 كيلومتر باش نوصل لهاد الكاس ستيشن هذا اللي غنعس فيه، يعني كون كملتها على رجلي كنت غنوصل حتى للتسعة ديال الليل، 6 ديال العشية بحال هكاك. بزاف كنشير الناس موقفوش ليا، غادي واحد السيد باقي دري صغير فهمتي، تكون عنده 25 عام، وقف لي اخوتي بالموتور تا قال لي فين غادي، قلت له اخويا غير للستاسيون الليل قدامه باغي نعس فيه ارتاح فيه. ركبني مسكين وحق الله الا ركبني في غادي نتا، قال لي غادي للمدينه سميتها سانت انطونيو شي حاجه القدام، قلت له حطني هنايا حيت لاحظتني في ديك المدينه سانت انطونيو، مدينه كبيره اخوتي ما فيهاش راك تعرف، ما كنبغيش نعس في وسط المدينه، وباش نخرج علي على برا ونقلب على بوست غادي نولي حتى 12 الليل، قلت له حطني غير هنايا وحق الله. ثالث اوتوستوب اخوتي اللي هما كيوقفوا عليا سبحان الله العظيم. المهم اخوتي هانتوما كتشوفوا انا غنخلي التليفون يتشارج مزيان وغندير واحد الجوله في هاد كاستيش. عرفتي درت لهم الدراري ولا ما عرفتيش، دوش بالفلوس وما كاينش فين تصبن حوايجك، فهمتي ما عندكش فين تصبن حوايجك، خاص عندهم لافانداريه. لافانداريه بالبرتغاليه هي مصبانه كتميزي. انا خوتي مع البارح صبات الشتا هاد اللي تحت ديال لاطونت تغيسات، وصلت لاطونت كامله خوتي وسط الدوش، درنا حجه وزياره، درنا ضرب عصفورين بحجر واحد فهمتي، بعد ما نخلصوا الدوش ونزيدوا نخلص ماكينه الصابون صبنت شي حوايج وصبنت لاطونت كامله اخوتي. والله الا باقا كتقدر بالماء اخوتي، شتو باقا كتقدر بالماء. هادي نيل وهادي دغيا كتنشف اخوتي. يلا اخوتي تشارج مزيان التليفون ونكملوا الفلوق، الفلوق غنكملوه مزيان مزيان مزيان. غدا عندنا رمضان اخوتي، واش مبروك.
سو خوتي عندي واحد القوس غادي نفتحو بالزربه وغنسدو بالزربه وعمري ما بقيت غنهضر على هاد الشيء هذا اوكي. بعدا عندي واحد التمار باش غادي نجبد واحد الحاجه عندي هنايا حيت كاينه لتحت. هذا هو الموضوع ديال هاد القوس. خليكم معايا اول حاجه باش غنجيكم منيش انا الدراري ماشي كنهضرش معاكم نتوما كنهضر مع واحد الفئه خوتي. هذا قوس بالزربه قوس بالزربه خوتي كان بلوكي كان بلوكي. اي واحد كيدير كومونتير مستفز او اي واحد كيدير كومونتير فيه تخسر الهضره اي واحد كيدير كومونتير كيحشي فيه الهضره اي واحد واخا كيشكرني واخا يا مراد كي داير والله الا راك طيط حتى هو كيتبلوكا. اي واحد يطيح ليا معنوياتي كيتبلوكا. اي واحد كيقول شي كلمه هو ما كانش معايا كان البيكالا. شفت بزاف الكومونتيرات مراد بعت فيها كنتي معايا. إلا بغيت أنا نبيع البيكالا البيكالا ثمنها رخيص. إلا بغيت نبيع وتزيرت على الفلوس غادي نبيع هادي شتيها غادي نبيع هادي هادي الثمن ديالها غلى من الثمن ديال البيكالا. كو بغيت أن البيكالا أنا مساعداني في الطريق أخوتي باش نشرح لكم كاملين. أنا البيكالا كتساعدني في الطريق ما غنبيعهاش. هادي عندي سبرديلة أخرى هادي أنا ما محتاجهاش هادي غير مخبية عمري ما لبسها لبسها مرة واحدة. تدير ألف ريال برازيليا كدير 2000 درهم 200 دولار. البيكالا طالع عليا غير ب 800 درهم غير ب 80 دولار باش شريتها. يعني انا الا بغيت نبيع شي حاجه ومزير في الطريق ما غنبيعش الحاجه اللي كتهزني اللي موصلاني غادي نمشي نبيع هادي. والناس كيقول لك حقا باع السبرديله هذا اخر مره غادي نبقى نجبد شي سبرديله واخر مره غنقولها اوكي. لانكم كاين بزاف الناس كيقول لك مراد انا راه حيدت البليه عليا حيدت عليا الشراب حيدت عليا كل شيء. والناس اللي راه رمضان هذا خوتي راه العواشر راه شهر المغفره وشهر الغفران. الناس كتبقى تقول هذا الشيء راكم كتديو غير الذنوب وكتنقصوا عليا انا الذنوب اللي درت وكتلصقوهم عليكم فهمتي. لانكم نتوما ما عندكمش حجه كدير واحد الحاجه عندك شي حجه كنتي معايا ورينا البروفا انا قاطع. لهذا راه قلت لكم الا تزيرت راه ما غنبيعش حاجه اللي انا محتاجها غنبيع نقلب على شي حاجه انا اللي ما كنستعملهاش فهمتي. يعني انا هادي ما كنستعملهاش انا هادي حاطها ما كنستعملهاش غنبيعها شي الا تزيت غنبيعها بالنص الثمن ديالها حيت باقي جديده غنبيعها ب 1000 درهم غنبيعها ب 100 اورو بالزربه غياخذوها من عندي 100 اورو وغتبقى عندي البيكالا وغادي بها اوكي. ما بعد حتى شي حاجه سرقات البيكالا تسرقات ما عندي لاش نكذب وما عندي الا كذبت ما عندي لاش اش غنربح اوكي. هذا قوس سديناه نكملوا الفلوق ديالنا. صافي خوتي هاد ستاسيون في اوتيل في اوتيل ها هو الفوق في اوتيل لابريتي تيدات. الثمن ديالو اخوتي 150 درهم مغربيه. هذيك اللي كنت جالس ليه راه الريستورون ندير واحد الجوله اخرى. شوف الدراري جايز راه الحمد لله مستوره معانا وما خصنا حتى شي خير راه وجايبينها بعزها. راه حنا في غربه ماشي ديك الغربه ديال الميريكان ولا ديال كندا ولا ديال اوروبا. راه حنا في واحد الغربه ديال امريكا اللاتينيه اللي صعيبه وست سنين وحنا في امريكا اللاتينيه وجايبينها بعزنا ما كيدبر علينا حد ما كيصرفوا علينا والدينا كنجيبها بدراعي كنجيبها على راسي. المهم خلينا هذا الشيء هذا الحمد لله. هذا حلاق باربيريه كاين حلاق هنايا. هذا الدوشات اخوتي هذا ديال النساء ديال العيالات وهذا ديال الرجال الدوش ديال الرجال. المصبانه هي نو ستاسيون موتو نيستي لوكال هذه المصبانه لافانداريه قلت مفتوحه ها المصبانه اخوتي راه كيما كتشوفوا لافانداريه مصبانه الماكينه ديال الصابون ولكن اللي كيصايبوا الشاكمات مالي الروايا دوك اللي كياس ديال تاعشي. هذا الكاميون هذا هاز العواد ديال الصنوبر ما شنو. انا فكرت اخوتي قلت الغدا ونحط هذا الفلوق هذا نزيد عليه مي قلت راه نحطو اليوم النيت. هانتوما كتشوفوا دابا غادي ندور عليهم واحد شويه غندور عليهم نقول لهم شي اوتو ستوب شي اوتو ستوب. وهذا مكان اخوتي ما تنساوناش بلايك ما تنساوش سبسكرايب عواشر مبروكه ومراد كيحييكم اخوتي. كان فلوك صغير شكرا لكم بزاف على السيبور بيس اند لاف اخوتي.